وصل اللباس الجديد الخاص بفريق كرة السلة تبعنا، لو تشوفوه قديش حلو. احزروا شو لونه. ليش ما عم تحكوا انتم متزعلين؟ اف قديش بتحكي مراد؟ بس انتم ما عم تحكوا بنوب. بابا اجا كمان. ايه شفته. نهال نهال، انا هداك اليوم كنت سخيف معك، تجاوزت حدودي وحكيت كلام مو منيح، انا اسف. مو بهالسهوله. بسرعه يا بنتي خفيها، ليك الاولاد كمان اجوا، رح نتاخر كثير عليهم. مرحبا. اهلين. سهيلة شوفي، ما في شيء. من امبارح عم تتصرف بشكل كتير غريب. ما بعرف عن جد صاير شيء، بس انا ما عم بفهمه. انا ما انتبهت، بركي انت هيك عم يتهيأ لك. انا متأكدة انه في شيء، بس مو مشكلة سهيلة، ما فيها تخبي جواتها كتير، بكرة بتحكي لي كل شيء. كتير حلوة. انبسطت كتير لأنها عجبتك، وانتي جبنا لك دفتر نوطة فيه ألحان كتير. شكرا إلك. ما قدرنا دورنا كتير لأنه كان وقتنا كتير ضيق، بس لقينا شغلات حلوة. افتحيهم نهال، خلينا نشوفهم. أول شي لازم نشوف بابا، بعدين بفتحهم. أبوك عم يحكي مع الشركة، يعني هلأ هو مشغول. افتحيهم بقى نهال، أنا كمان حابة أشوفك. ماشي، بكرة الصبح بشوفك. شكرا كتير. هالطاقية كتير حلوة، طالعة بتجنن عليكي. كل الأغراض اللي جايبينها حلوة، وأنا هذا رأيي. شكرا إلك. من عيوني. أوه، وأخيرا خلصت. كيفك؟ شكرا كتير على الهدايا الحلوة. أهلا وسهلا بابا. وأنا كمان حبيبتي. كيف كانت الرحلة؟ كتير كانت حلوة. وأنتوا شو عملتوا؟ تمشورتوا مع مهند؟ لا، مهند من الصبح بكير طلع من البيت. لوين راح من الصبح؟ ما حدا بيعرف، مثل الزيبة ما حدا بيعرف وينه. وأنا انبسطت منه لأنه ما خلاكم لحالكم، معناته انخرط بالعالم تبعه من جديد. ما اتصلتي فيه؟ وليش حتى اتصل؟ أساساً ما بيهمني بنوب. يلا مراد طلع لفوق مشان نخلص وظايفنا بكير، إذا إجا فريد المسا ما عاد فيك تعمل شي. هلا رح خلص وظايفي كله. اذا كانت جيت فريد لهون رح تخلي مراد بهالنشاط، رح ندعيك اليوم لعنا. فكره حلوه. هه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